طبعا. شايف ايش مطبخك المفضل بالعالم يعني؟ بحسك كثير بتحب الياباني. ايه مع انك جاي من امريكا وانت سعودي فيعني الياباني الياباني قريب من قلبي. ليش؟ لانه تقريبا اغلب الشيفس اللي علموني يابانيين. فمو بس الكوزين. وتعلمت سوشي. سوشي سوشي وجابانيز كوزين. يس. ف يعني انتمائهم للشغل، طريقة انه الواحد يشتغل 15 17 ساعة و 6 7 ايام في الاسبوع عادي. هذه كلها اشياء تعلمتها منهم. شو بيميز المطبخ الياباني؟ المطبخ الياباني اللي يميزه بساطة ودقة في الأداء. بساطة ودقة وانجريدينتس عالية. ها باسل كيف الشغل؟ أنا شغلي هون شوية بهارات للرز. اسمع بدنا ننزل الرز خلص. أتوقع أنا جاهز صار. أنا اللحمة ما حطيت عليها ولا شيء. ولا ملح؟ ولا شيء ولا ملح. لا 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 بدي أنزل الملح بالأخير. يعني هي فيها كثير فات ما بدي أخسره. فيها كثير دهون وهذا اللحمة بتنزل مية الأشياء بسرعة. فخليني هيك شوي أستنى على الملح. حلو حلو والله كمان مرة. خلاص هون حننزل الرز. يا الله قديش شغل الشيف في الإعلام أسهل ولا في المطبخ أسهل؟ أنت اشتغلت شيف في مطبخ مطعم واشتغلت شيف إعلامي. ما في مقارنة. ما في مقارنة. المطبخ أصعب بمليون مرة. أنا بتخيل شيف إنه ما في شغلانة يمكن الطبيب الجراح شوي ضغط أكثر من الشيف اللي في مطبخه. فعلاً. غير عن هيك فعلاً. هي شغلانة ضغط فعلاً. ضغط إنه عندك شديد. أشياء متحركة كثير وعندك مشاكل كل يوم تصير لازم تنحل. الآن عندك زباين جايين ما ينفع تفكر، لازم تلاقي حل. شو معايير الشيف اللي أنت بتوظفه عندك في مطعمك؟ شو اللي بتدور عليه؟ أنا دائما أقول شيء واحد، ما يهمني خبرة. حلو؟ ما يهمني خبرة، أنا أعلم. اللي يهمني إنه شخص سوبر ديديكيتد، يعني ما عنده مشكلة يشتغل معايا 20 ساعة في اليوم ما يقول شيء. طب إيش رأيك الآن ننتقل إلى مرحلة البليت؟ بليز أنا عاوز آكل. يلا يا باسل تدوقني. تفضل. هذي واجي دي صح؟ كلام كبير كلام كبير. هو الفلفل هو والفلفل لسه مسوي شوية بلدق في الفلفل. الفلفل مسوي لعب.